ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا رائد. بداية، يعني العديد من البيانات السلبية في الولايات المتحدة وأيضا في المنطقة الأوروبية أثرت بشكل كبير على المزاج العام في سوق العملات. نبدأها بالدولار، هل فعلا يعني هل سنشهد في ظل هذه الأرقام والمعلومات في الولايات المتحدة تأثير سلبي على أداء الدولار في ظل ارتفاعه بشكل عام؟ يعني يوم أمس كان هناك بعض البيانات السلبية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على أداء الدولار الأمريكي، وشفناه كمؤشر يهبط نوعا ما إلى مستويات 111 بعد أن كان يتمتع بسطوة نوعا ما أمام معظم العملات، وقد وصل بارتفاعاته مؤخرا إلى قرابة 114.80. يعود الآن تحت الضغط مرة أخرى بنتيجة مجموعة من البيانات السلبية التي جاءت تظهر أنه نشاط التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتضعضع بعض الشيء أو بدأ يتراجع، خصوصا إذا أجينا على مفردات الاقتصاد جزء من الولايات المتحدة الأمريكية بالآونة الأخيرة رأينا أنه عندنا أداء إيجابي على معظم المستويات، سواء مستوى سوق العمل أداء رائع وممتاز، كانت عندنا مبيعات التجزئة ممتازة، كان في عندنا مجموعات القراءات النمو ممتازة. أعتقد المزعج الوحيد أو البيانات السيئة الوحيدة من الولايات المتحدة الأمريكية كانت التضخم عندنا لا يزال نوعا ما فوق مستويات 8، ويعتبر ذلك مرتفع نسبيا إذا ما قارناه مع أسعار الفائدة الحالية، بالتالي أي رفع بأسعار الفائدة لا يزال التضخم أعلى منه بالفترة الحالية. نعم. وهنا يشدد على ضرورة أنه تسرع أو السرعة في رفع أسعار الفائدة. نعم، يعني رأيت في هذه النقطة تحديدا هل هذه البيانات ستؤثر على القرار من الفيدرالي الأمريكي تحديدا يعني فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، هل فعلا لغاية هذه اللحظة 75 نقطة أساس هي التي هي الرائجة في الأسواق حاليا؟ نعم بلا شك، لا أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي ينوي أنه يكون في عنده أي تخلي عن خطته في تجديد السياسة النقدية على الأقل حتى الربع الثالث من العام القادم. بمعنى آخر، نحن رح نشوف مجموعة من رفعات أسعار الفائدة 75 نقطة أساس هذه السنة، ممكن مرتين نشوفها كمان قبل نهاية العام، رفعتين توصلان أسعار الفائدة لمستويات 4.25 بشكل واضح دون أن يكون هناك أي قلق من البيانات الاقتصادية، لأنه إن كان هناك إشارات ضعف في الاقتصاد الأمريكي أعتقد لا تزال هذه الإشارات بسيطة نسبيا ويستطيع تحمل هذه الرفعات الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة. أعتقد لن يعني وصرح جيروم باول أعضاء الفيدرالي أنه لا يوجد للفيدرالي أي نية بتخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية قبل أن يصل التضخم على الأقل إلى مستويات 50% من المستويات الحالية أي دون 4%. نعم، رائد برأيك يعني هل سيكون هنالك يعني خيارات أخرى للمركز الأوروبي تحديدا في ظل البيانات السلبية التي يعني عمقت من الأزمة الأوروبية الأزمة الاقتصادية، هل فعلا سيكون هناك قرارات أخرى تتعلق يعني الحد من رفع معدلات التضخم والحالة يعني في ظل معدلات الفائدة المرتفعة التي تعتبر في المنطقة الأوروبية؟ يعني جملة من البي ام ايز كانت نوعا ما تظهر سلبية وضع الاقتصاد الأوروبي في الوقت الحالي، مؤشرات مديري المشتريات أظهرت عنا بشكل واضح أنه الاقتصاد الأوروبي يرزح تحت مستويات تضخم مرتفعة، تضطر المركز الأوروبي أن يشدد أسعار الفائدة. نعم. على الرغم من أنه ذلك يخنق النمو الاقتصادي ولكن لا يوجد خيارات أخرى، فبالتالي هو مقدم بلا شك يوم الخميس على رفع بأسعار الفائدة للمرة الثانية في تاريخه ب 75 نقطة أساس بعد أن قام بنفس هذا الرفع في اجتماعه السابق بسبتمبر. نعم، وماذا عن الين الياباني؟ لاحظنا تدخلات يعني قوية نوعا ما من المركز الياباني وأيضا الحكومة اليابانية للحد من التراجعات في أسعار الين، هل فعلا سنشهده في حالة يعني جيدة في ظل هذه الإجراءات؟ يعني مع تصميم البنك المركزي الياباني على سياسة الألترا لوز أو على سياسة التيسيرية بشكل كبير جدا وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، راح يكون عندنا هي الفجوة بلا شك، يعني فجوة ما بين اقتصادات مثل الاقتصاد الأمريكي الذي يشدد أسعار الفائدة يشدد السياسة النقدية ويقوم برفع أسعار الفائدة بشكل متتالي، وعندنا البنك وتيسيرية بشكل كبير جدا، بالتالي ذلك اضطر البنك المركزي الياباني للتدخل
التدخل للمرة الثانية منذ عام 1990. لم يتدخل البنك المركزي الياباني في سوق العملات بشكل مباشر، ولكن هذا الهبوط الحاد للين الياباني يخلق النمو، يخلق موضوع السندات اليابانية، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الياباني، بالتالي كان لابد من هذا التدخل. هناك شائعات أنه يوم الجمعة الماضي كان هناك تدخل واضح من قبل البنك المركزي الياباني في سوق العملات لوقف الين عن الهبوط، ومع ذلك عاد مرة أخرى الين الياباني للانخفاض، وعاد الدولار الأمريكي للارتفاع أمامه إلى مستويات قد يصل إلى 150 مرة ثانية. نعم، ولا بد من الحديث حول الين الصيني أيضا، اليوان الصيني عفوا، حالة من التراجعات إلى مستويات قياسية، هل فعلا سنشهد أيضا تدخلات أو حديث عن أسعار الفائدة هناك؟ يعني نحن امبارح شاهدنا بيانات نوعا ما إيجابية من الصين، شاهدنا نمو بالناتج المحلي الإجمالي، شاهدنا أيضا يعني صادرات أعلى واردات أقل، ولكن لمن يعرف الاقتصاد الصيني يعلم تماما أنه هذا الاقتصاد بطيء بشكل كبير جدا بالمقارنة مع نسبة النمو التي كان يمر فيها سابقا، أي بمعنى آخر الأثر السلبي والمخاوف الركود العالمي تؤثر على الاقتصاد الصيني بلا شك، ولذلك شهدنا يعني اليوان نوعا ما انه في عندنا بعض التراجعات، حتى شهدنا بعض التراجعات في اسواق الاسهم الصينيه بلا شك. يتاثر الاقتصاد الصيني بمخاوف الركود الاقتصادي، واعتقد بيانات جديده قادمة ممكن تظهر سوء أكبر من قبل أداء الاقتصاد الصيني. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد الخضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.